خبر عاجل منذ قليل، وفاة المفكر المغربي عبد الله العروي. توفي مساء اليوم الاثنين 15 من مارس الجاري المفكر ومبدع التاريخ المغربي عبد الله العروي. ويعد عبد الله العروي ناشر ومفكر ومؤرخ، ونشر من بداية الستينيات من القرن العشرين ترجمات ونصوصا ودراسات في عدد من المجلات المغربية والعربية والفرنسية. فصدر له العام 1967 كتاب الأيديولوجية العربية المعاصرة بتقديم ماكسيم رودينسون، وفي العام 1970 صدرت ترجمته العربية على يد محمد عيتاني عن دار الطليعة في بيروت. فشكل الكتاب انطلاق الحضور الواسع لعبد الله العروي في الثقافة العربية، كما أصبح محط اهتمام الباحثين والدارسين لشؤون الثقافة والتحديث في العالم العربي. رحم الله العروي وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.